يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس بلوغ المرام في هذا اليوم أنه لا يجوز لبس الثوب المعصر للرجال، هل يدخل في ذلك الثوب الأصفر والأحمر؟ لا، اللي أصله كذا، اللي أصله أصفر ولا أحمر، لا الأحمر خالص، لا الأحمر الخالص لا يجوز للرجل، أما الأحمر غير الخالص اللي فيه خطوط أو بقع حمر والباقي أبيض ما فيه بس، إنما الأحمر الخالص لا يجوز للرجل. والمعصفر هذا أصله أبيض لكن صبغ بالعصفر. نعم.